العسل الطبيعي، عسل النحل الطبيعي كلنا بنعرف عنه، وبنعرف انه في شيء اسمه غذاء الملكات او سمعنا عنه. يا ترى غذاء الملكات هذا شو قصته؟ وليش مش متوفر بكثرة؟ وهل له استخدامات وقائية وعلاجية؟ تعالوا نشوف مع بعض. اهلا وسهلا فيكم، معكم الدكتور الصيدلاني محمود الشيخ علي، اخصائي التغذية العلاجية. العسل هو غذاء طبيعي، بالعكس بل هو شفاء لكثير من الأمراض. ومن مستخرجات النحل بجانب العسل في شيء اسمه غذاء الملكات. غذاء الملكات كيف بتكون؟ هو عبارة عن خليط ما بين العسل وحبوب اللقاح، بيتم هضمهم داخل النحل ويتم إخراجه من لعاب الشغالات، شغالات النحل، وهذا بكون غذاء خاص للملكة واليرقات، يرقات أو بيض النحل، بيض الملكة. معناته أنه غذاء الملكات بما أنه هو أكل خاص أكيد معمول بطريقة معينة، وفي صفات بتختلف عن العسل. من مميزات أو مكونات غذاء الملكات، جزء كبير منه بيحتوي على ماء، غني بالبروتين، غني أيضا بالكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون، وغني بالفيتامينات منها فيتامين سي، فيتامين بي 1، البانتوثينيك أسيد، بيحتوي على فيتامين بي 6، وبيحتوي على 18 حمض أميني من ضمنهم الأحماض الأمينية الأساسية اللي بيحتاجها جسم الإنسان. معناته إحنا أمام غذاء كامل يحتوي على نشويات، يحتوي على كمية كبيرة من الماء، يحتوي على بروتين، يحتوي على كمية قليلة من الدهون، يعني هو عبارة عن قيمة غذائية متكاملة. ولكن ليش مش مشهور غذاء الملكات؟ لأنه دائما بيطلع بكمية بسيطة وهو مخصوص للملكة واليرقات. طيب هل ممكن نستفيد من غذاء الملكات؟ طبعا ممكن نستفيد. أول شيء من أهم مميزات أو فوائد غذاء الملكات إنه هو مقوي للأعصاب. تناول غذاء الملكات للناس اللي عندهم ضعف الأعصاب، الناس اللي عندهم رشفة، الناس اللي عندهم رعشة، الناس اللي عندهم سخونة بالأطراف نتيجة مرض السكر، تناولوا غذاء الملكات. أيضا للناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي، عندهم تقرحات، عندهم مشاكل بالقولون، برضو ممكن يتناولوا غذاء الملكات، وراح نقولكم في آخر الحلقة كيف نستخدم غذاء الملكات. أيضا غذاء الملكات يعتبر منظم لضغط الدم، وأيضا ممكن نتناوله وهو آمن لمرضى السكري. أيضا من فوائد غذاء الملكات يعتبر مقوي جنسي، لأنه بحفز هرمون التستوستيرون عند الرجال، لذلك يعتبر غذاء الملكات من الأغذية المقوية للرجال، وفي نفس الوقت مفيدة للمرأة لأنه بيعمل على توازن هرموني عند المرأة، ويعتبر منشط جنسي للنساء، يعني هو لكلا الطرفين، يستخدم للرجال وللنساء اللي بتعاني من البرود الجنسي. أيضا ممتاز جدا للنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية اللي هو سن الأمان أو سن اليأس. كثير من أو معظم الستات عند انقطاع الدورة بصير عندهم هبات سخنة، بصير عندهم تساقط بالشعر، بيزيد وزنهم، بصير عندهم نتيجة التغيرات الهرمونية. تناول غذاء الملكات لمدة 3 أسابيع بمقدار 3 جرام، يعني نص ملعقة صغيرة يوميا، راح تفيد كثير وتقلل من أعراض انقطاع الدورة الشهرية عند النساء. أيضا تناول غذاء الملكات لمدة 6 أسابيع راح يكون مفيد جدا لجهاز المناعة، ويعتبر غذاء الملكات مقاوم للسرطان، تحديدا سرطان البروستاتا عند الرجال، لأنه غذاء الملكات له دور بمنع تدفق الدم إلى الخلايا الخبيثة أو الخلايا السرطانية. فإذا إحنا أمام كنز من كنوز الطبيعة، ألا وهو غذاء الملكات الذي يعتبر غذاء وفي نفس الوقت وقاية للأمراض، وفي نفس الوقت ممكن أنه احنا نعتبره علاج. أيضا غذاء الملكات بيدخل في تركيبات أو خلطات للضعف الجنسي عند الرجال،
ايضا يعتبر من ويدخل ضمن الخلطات للرجال اللي عندهم قله في نسبه الحيوانات المنويه او حتى اللي عنده احتقان في البروستاتا. ويعتبر غذاء الملكات مفيد جدا للرجال اللي عندهم سرعه القذف، لانه غذاء الملكات بحفز هرمون التستوستيرون وفي نفس الوقت يعتبر مهدئ للاعصاب، ومعظم سرعه القذف عند الرجال نتيجه التوتر. معناته أنه غذاء الملكات راح يكون مفيد جدا على صحة الإنسان سواء الرجل والمرأة. أيضا ممكن تتناول المرأة الحامل لأنه يعتبر مغذي جدا للجنين، وممكن أيضا تتناول المرأة المرضع لأنه يعتبر مدر للحليب. كمان غذاء الملكات مقوي لجهاز المناعة، بما أنه مقوي لجهاز المناعة معناته راح يفيد عضلة القلب، وبذلك إحنا أمام كنز من كنوز الطبيعة زي ما حكينا ونستفيد منه بشكل كتير كويس. طيب السؤال، كيف احنا نتناول غذاء الملكات؟ غذاء الملكات يجب تناوله بحذر، يعني ما بينفع نتناول كميات كبيرة منه لأنه ممكن يعمل حساسية ويعمل تحسس وممكن يكون له مضاعفات غير مرغوب فيها. إنما لو احنا تناولنا نصف ملعقة صغيرة يوميا من غذاء الملكات لا بأس في ذلك، أو ممكن نجيب 20 جرام من غذاء الملكات مع نص كيلو عسل نخلطهم مع بعض ونتناول ملعقة صغيرة يوميا من العسل المخلوط في غذاء الملكات لمدة 6 أسابيع. كل المشاكل اللي أنا حكيت عنها راح إن شاء الله غذاء الملكات المخلوط بالعسل راح يساعد في حلها بشكل كبير. فعليكم بتناول غذاء الملكات، ولكن لما نشتري غذاء الملكات لازم يكون غذاء الملكات موجود بالثلاجة وتحديدا بالفريزر لأنه سريع التلف. غذاء الملكات لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الماء، إذا تركناه برا راح يصير ملوث، ممكن كمان يسبب لي ضرر مش يكون إنه مفيد. لذلك غذاء الملكات يحفظ بالفريزر، يعني درجة حرارة تقريبا أقل من صفر، ولما نشتريه من العطار أو من بائع الغذاء الملكات لازم نشتريه مجمد، ولما ناخده ونروح على البيت لازم نحطه بالفريزر إذا بدنا نخزنه، أو إنه إحنا نخلطه مع العسل وهيك بكون آمن واستخدامه آمن. وبهيك إن شاء الله بنستفيد من غذاء الملكات اللي هو من منتجات النحل، زي ما حكينا في حلقات سابقة عن فوائد العسل وحكينا عن فوائد حبوب اللقاح وحكينا عن فوائد العقبر أو البروبليس، اليوم بنحكي عن فوائد غذاء الملكات. بنتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة، وهنضل معاكم في حلقات قادمة للحديث عن الغذاء والتغذية وكيف نستثمر الطبيعة في الوقاية والعلاج من كثير من الأمراض. وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة، لن نقول وداعا ولكن إلى الملتقى، في رعاية الله.